التيوبركل صح كده؟ دي مين ها؟ التيوبركل. طيب هي دي؟ معايا مش معايا؟ احنا لو جبنا الفقره برضه اهي كده. الهيد كان بيقابل البادي بتاع الفرتبرا والتيوبركل بيقابل مين ها؟ الترانسفيرتبرا صح؟ وانا ببص من ورا مش كده؟ معايا مش معايا؟ يبقى دي المفروض هنا الجنب الترانسفيرت بروس مين يا اخوانا دي؟ التيوبركل. دي الترانسفيرت بروس اهي يبقى دي التيوبركل ماشي؟ طب وبعدين؟ قال لي بعد التيوبركل في الشرف بتاع الرئه صح؟ ما تقولوش شرف اهو. والشرف في حاجه اسمها الانجل اللي هي دي. ماشي الحته اللي جنب دي اسمها الايه؟ كل الانجل بتاع الرئه احنا عامل ازاي؟ فالخلاصه في الموديل اللي معانا ده دي التيوبركل ودي مينها؟ الانجل. مثلا منهم حوالي 5 سم ماشي؟ دي التيوبركل ودي مينها؟ الانجل. في مشاكل؟ هتفرق معانا في ايه؟ في العضلات، هتفرق معانا الكلام ده. ماشي؟ نطلع قدام تاني. هنا اسمه البتاع ده ها؟ كوستو كونترا جنكشن. تمام؟ انا عايز اعمل دلوقتي هرسم الاسترنوم وارسم اي دوران جنبها كويس؟ اقعد اتفرج على العضلات دي شكلها عامل ازاي؟ كل عضله لها اوريجن ولها ايه؟ انسر شكل معين. هناخد اول واحده فيهم بره خالص دي. احنا قلنا دي الاوتر لاير صح؟ كان هي اسم اكسترنال انتركوستال ماسل. احنا دلوقتي بنتكلم عن عضله اسمها ايه؟ اكسترنال انتركوستال ايه؟ ماسل. بص معايا. واي جلال جنب الاسترنو خلاص موجودين في بين الدروع كلها مش كده؟ هذا ده كويس ايه؟ مش كده كده؟ طب معلش الحته دي اسمها ايه؟ كوستال كارتلج مش كده؟ مش كده برضه؟ وده ايه ده؟ ريب والالتقاء اسمه ها؟ كوستو كوندر جامشن عشان كده عارف من الحته اللي فاتت قلت دي مش حاجه دي عشان كده برضه ماشي ده كوستال كارتلج اهو وده اسمه ريد وده كوستو كوندرا ايه؟ جنكشن. طيب انا دلوقتي كل اللي عملته بشرح دلوقتي لقيت الدروع اهي وبينهم عضلات صح؟ اول عضله تقابلني هي الاكسترنال انتركوستال ماسل فلما اجي اوصفها اقول هي ايه؟ هي الاوتر لاير بتاع الانتركوستال ماسل مش كده؟ مش ده وصفها؟ مش الاكسترنال دي هي الاوتر لاير بتاع الانتركوستال ماسل ماشي. طب عايزين نتكلم عن ايه؟ عن اوريجن انسيرشن دايركشن اوف فايبر واكستنشن. بص معايا كده ايه الكلام ده؟ جايه من فوق لتحت المنظر عامل ازاي؟ يعني المفروض ان الاوريجن من فوق صح؟ والانسرشن تحت مش برضه؟ يبقى هنا الاوريجن وهنا الانسرشن. طب انا عايز اوصف هي طالعه منين لفين؟ قال لي طب بالبلدي كده يعني ماشي؟ اوريجن يعني ماسكه منين؟ انا عظمه الانسرشن راحت انا عظمه ثانيه ماشي؟ قلنا العضله هتطلع من الضلع الفوقاني اللي فوقيها صح؟ انا يعني بتكلم بالبلدي خالص اهو بالعربي طالعه من الضلع اللي فوقيها ورايحه على الضلع اللي تحتيها. قال لي بس الكلام كده ما ينفعش برضه ماشي؟ فين يعني في الضلع اللي فوق يعني؟ طب ماشي هي طالعه من الحرف التحتاني بتاع الضلع اللي فوق صح؟ ورايحه على الحرف الفوقاني بتاع الضلع اللي تحت. دي سهله كده. طب بس انجليزي بقى مش كده برضه يعني عربي عربي كده تمام؟ طيب حرف يعني بوردر صح؟ حرف يعني ايه؟ بوردر. طب ايه؟ هي طالعه منها لور فروم لور بوردر اوف ريد ابر صح كده؟ ورايحه على ابر بوردر اوف ريد بيلو. بيلو كانت عامله ازاي؟ اصل انا طالع من اللور بوردر بتاع الريد ورايح على الاور بوردر بتاع الريد انهي ريد يعني؟ انهي ريد؟ ما حدش يعني اللي فوقيها ولا تحتها يعني ولا ايه بالظبط يعني؟ يبقى اوريجن طالع منها اللور بوردر بتاعت مين ها؟ اوف ريد
فوقيها صح؟ خلاص قصدي ابواب المصري يعني ماشي؟ ورايح فين الانسبشن ها؟ ابر بوردر ريجيو طيب اتجاه عليها ماشي ازاي؟ طيب بص على حاجة حد جاي فيها مشكلة؟ برضه تقول طب في حاجة برضه انت رسمت الالياف وايه النقط دي؟ اكيد في اختلاف هنا صح؟ في حاجة معينة مختلفة في مشكلة في الحتة دي طيب بص نرجع تاني للاخر هو الانستغرام دي قدام ولا ورا؟ قدام قدام صح؟ في العمود الفقري ورا مش كده قدام كده ورا صح كده؟ طيب لو الالياف بتاع العضلة رايحة ناحية الاسترنم يبقى طالعة قدام مش كده؟ طب لو رجعنا عند العمود الفقري يبقى رايحة ورا مش كده برضه؟ طب دلوقتي اتجاه العضلة عاملة ازاي؟ نازلة كده صح؟ يبقى داون ولا اب؟ داون صح؟ طب فورورد ولا باك؟ فورورد يعني فورورد هتتنمى صح؟ يبقى داون وفورورد اتجاه الالياف عاملة ازاي؟ ما هي رايحة عند الاسترنم صح؟ يبقى داون وناحية الاسترنم وفورورد في مشكلة؟ طب لو بصيت من هنا ما هو داون وفورورد رايحة في اتجاه مين ها؟ اذا الاسترنم هي عامله كده كده اتجاه كده ماشي اتجاه ايه؟ الالياف بتاع العضله داون وفورورد اهي حد كده في مشكله؟ اتجاه الالياف دايركشن اوف فايبر داون اند فورورد بعد طب بعد يعني ايه اكستنشن كلمه اكستنشن دي؟ يعني تمتد من اللي فيه احنا عرفنا من فوق لتحت صح؟ مثلا من الحرف الثاني هي مثلا ممكن تبقى موجوده هنا بس صح؟ طب هل هي مثلا موجوده في السبيس كله ولا فين بالظبط؟ عايز اوضح بقى يعني انت قلت لي ماسكه منين لفوق فين فوق وماسكه فين تحت لور بوردر وفريب اباف لحد الابر بوردر وايه وفريب بيرو طب بقى يعني طب واخد السبيس كله مثلا ولا حته معينه من السبيس تعالى نتفرج كده ماشي فاهمين قوي ايه كلمه اكستنشن دي؟ طيب اكتب بقى هعمل ايه؟ بص هنمسك كده الموديل الثاني ونتفرج رجعوا معايا كده بسرعة كان اسمها ايه بتاع دي هنا النقطة دي تيوبالكل هنا انجل صح بص العضلة بتبدأ من عند التيوبالكل صح من عند مين التيوبالكل لحد فين انا بتكلم على الياف المايلة دي صح لحد هنا صح لحد الكورت كورنر جنكشن الالياف المايلة اللي بتكلم عنها دي كلها من عند التيوبالكل ورا يعني تقريبا واخد الاسبيس كله صح لحد الكونت كونت ولا ايه؟ جنكشن بس بتيجي قدام بتختفي الالياف دي ويحل محلها غشاء حد عارف حد عارف ان ايه كلمه غشاء بالانجليزي؟ ممبرين غشاء يعني ايه؟ ممبرين يعني هنا لحمه ما هو مصر فايبر يعني لحمه يعني كويس وجت عند الكونت كونت جنكشن حل محلها ممبرين مش كده؟ الممبرين ده بيبدا من عند الكوست وكونت جنكشن لحد السيرنا صح؟ مش ده برضه؟ طب عايز اقول الكلام ده هو اوصفه ازاي؟ اقول ان الماسل اكستند فروم التيوبركل بتاع الريب ورا لحد الكوست وكوندرا جنكشن قدام صح؟ تمام؟ والماسل قدام ريبليسد باي انتيرو انتركوستا ممبرين او ريبليسد باي ممبرين صح؟ ريبليسد بايه؟ ممبرين الممبرين نفسه بيمتد من الكوست وكوندرا جنكشن لحد الماترال بوردر بتاع الاسترنال طب عايز اوصفه بقى اقول ان الماسل اكستند فروم ايه بقى؟ تيوبركل اوف ريب صح؟ ورا بوستيرولي مش كده؟ انتو ها؟ كوستو كوندرال جنكشن انتيرولي صح؟ يعني انت بتبدا من التيوبركل ورا لحد كوستو كوندرال جنكشن ايه؟ قدام ماشي؟ هات كوستو كوندرال جنكشن الماسل ريبليسد باي ممبرين صح؟ هذا الممبرين اكستند فروم الكوستو كوندرال جنكشن لحد البوردر لاترال بوردر بتاع مين؟ طب اقول لك الممبرين ده اسمه ايه؟ طب ثواني الماسل اسمها ايه؟ الماسل اسمها ايه؟ اكسترنال انتركوستال ماسل يبقى اسمها الممبرين ايه؟ اكسترنال انتركوستال ممبرين بس خلاص فيها مشكله؟ فالماسل ريبليس قدام باكسترنال انتركوستال ايه؟ ممبرين طب هو الاكسترنال انتركوستال ممبرين منين اللي فين بالظبط؟ من عند الكوست وكوندرال جنكشن لحد اللاترال بوردر بتاع مين؟ صعب؟ في اي مشكله؟ اقول لك تاني اسمها العضله دي اكسترنال انتركوستال ماسل اوريجن انسرشن اوريجن من الضلع اللي فوق للضلع اللي تحت فين بقى من الحرف التحتاني بتاع الضلع اللي فوق للحرف الفوقاني بتاع الضلع الايه؟ اللي تحت ماشي؟
طيب دايركشن اوف فايبر داون وفورورد ناحيه الاسترنال. لو ده ناحيه الاسترنال من هنا لفين؟ قال لي من عند التيوبركل ورا بتاع الضلع لحد الكوست كوندرال جنكشن قدام، ومن الكوست كوندرال جنكشن لحد الاسترنال في ميمبرين اسمه انتركوستال ايه؟ ميمبرين. بس منه يعني تبع الاكسترنال انتركوستال ماسل فبنسميه اكسترنال انتركوستال ميمبرين. صح؟ فيها مشكله دي؟ طيب. موجوده برضه هنا وهنا وهنا وهنا. ايوه موجوده في كل السبيسز. بس على فكره عايز اقول لكم معلومه، عايز اقول لكم معلومه. هو دلوقتي انا بقول توصل لحد الاسترنال صح؟ ده كلام مش في الكتب. ده الكلام مش في الكتب بتاعتكم واي كتب ثانيه يعني شمس قصر اي حاجه، ده الكلام اللي احنا في الكتب. بس طبعا الكلام ده هيحتاج في حته ثانيه. انا بتكلم دلوقتي على الترو ريتس اللي هي توصل لحد الاسترنال. طب ما هو هنا مفيش كلام في ميمبرين برضه بس بتوصل لحد الاسترنال. اخر القصه الفرقت انتوا شفتوا القصه عامله ازاي؟ بس هو مش ذاكر الكلام ده عندهم. ماشي؟ كل طرفه على المناطق دي بس. فاهمين قصدي ايه؟ بس لو احنا اتكلمنا هنا الكلام هيختلف شويه، مش برضه نفس العضله موجوده بس مفيش استرنم بقى. مش هقول الميمبرين بيمتد لحد، ما مفيش استرنم اصلا. يبقى ايه لحد نهايه القصه الفرقت بس. فهمت قصدي؟ بس هو الشائع اللي في الكتب عندكم شرف على ايه؟ على الاسترنم يعني. فاهمين قصدي ايه؟ بس لو حبينا نخش في تفاصيل اكتر هنلاقي كلام كتير بقى. ماشي؟ بس مش هتلاقوا الكلام ده في الكتب يعني. شرح كل الكتب شرح على الاسترنال يعني على منطقه الاسترنال. مفهوم الكلام؟ طيب نشيل بقى العضله دي، اسمها العضله ايه معلش؟ هي دي الطبقه الخارجيه بتاع الانتركوستال ماسل صح؟ كما كان يعني الاكسترنال انتركوستال ماسل هي الاوتر لاير بتاع الانتركوستال ماسل. نشيلها؟ يبقى مين اللي بعدها؟ احنا قلنا كم طبقه المفروض؟ ثلاثه اوتر وميدل وانر صح؟ هنشيل الاوتر. يعني اللي بعدها ميدلية صح كده؟ تقول لي يعني طبعا الميدلية ماشي. قال طيب ما هو الميدلية لو رجعنا كده تاني قلنا الانتركوستال ماسلز اهو شايفينهم كام لير ها؟ ثلاثة اوتر وميدل وانر صح؟ الاوتر اللي هي مين ها؟ الاكسترنال اللي كنا شرحنا حالا دلوقتي من فوق وتحت وبتاع ماشي اوريجن وانسيرشن وداون وفورورد دي الاكسترنال اللي هي اللي كانت بره خالص. هنشيل الاكسترنال هنلاقي مين وراها؟ يبقى الاكسترنال انتركوستال ماسل هي الاوتر لاير بتاع الانتركوستال ماسل صح؟ والانترنال انتركوستال ماسل هي الميدل لاير بتاع مين؟ الانتركوستال ماسل. انت فاهم ده قصدي ايه؟ معايا؟ مع ان اسمها انترنال بس هي الميدل لاير. يبقى احنا دلوقتي لما شلنا الانترنال الاكسترنال مين اللي باينه قدامنا دي؟ الانترنال دي مين؟ انترنال انتركوستال ايه؟ ماسل. فنفس الكلام هرسم بس اكسترنال وضلعين برضه وارسم معاهم مين؟ الانترنال انتركوستال ايه؟ ماسل. تعالى نشوف بس كم من الاثنين معايا؟ تعالى نتكلم عنها ونقارن بينها وبين مين؟ وبين الاكسترنال. فاهمين قصدي ايه؟ بس ما ننساش حاجه بس ان الاكسترنال كانت قدام في ايه؟ ممبرين اسمه ممبرين معلش اكسترنال انتركوستال ايه؟ ممبرين. مش حته دي بس كده معايا. طب لما جيت شلت الاكسترنال مفيش ممبرين هنا صح؟ طب هو في ممبرين تاني؟ هنتفرج دلوقتي انا ما اعرف ان مفيش ممبرين هنا دلوقتي تمام؟ بص برضه هذه الاكسترنال انا بتكلم دلوقتي على عضله ثانيه اللي هي مين بقى؟ انترنال انتركوستال ماشي؟ هذه الاكسترنال